يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المشاركة في بعض المسابقات التي تكون في بعض القنوات الفضائية حيث يعرضون مبالغ مالية كبيرة كجوائز، وما عليك سوى أن ترسل رسالة نصية عدة مرات إليهم، فهل هذا من القمار؟ هذا قمار، هذا هو عين القمار، لأنك تدفع شيء من المال وتأخذ أكثر منه، تدفع 5 ريالات ثم تأخذ مليون أو مليونين، هذا أكل للمال بالباطل، هذا هو القمار. وهم كسب يكسبون بهذا، يأخذون منك أنت 5 ومن الثاني 5 من الألف، كل واحد 5 والناس بالآلاف، يجتمع عندهم أموال كثيرة يأخذون منها قليلا ويعطونه للفائز بزعمهم، فهم رابحون من القمار والعياذ بالله. نعم.